السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده ممتاز جدا، بيساعد المبرمجين من خلال الذكاء الصناعي ان هو يورد لك كود برمجي من خلال انت تقول له بس انا عايز ايه، تعمل لي كود يحمل لي الفيديوهات مثلا من على اليوتيوب مثلا. مجرد ان انت تختار اللي انت عايزه هو يبدأ يعمله لك، ويسهل عليك الشغل كتير جدا يعني، ويعمل لك الواجهات التطبيقات الاي بي اي، ويساعدك لو انت بتكتب حاجة هو يستنتج الكلام بقى هيبقى عامل ازاي. وبيدعم حتى الآن 40 لغة، أبرزها البايثون والجافا والجافا سكريبت والبي اتش بي والسي بلس بلس والجو وهكذا. وممكن كمان إن أنت تقول له أنا عايز جيت كودم، بتحس إن أنت تقدر تحمله في الفيجوال ستوديو كود، في الفيم، في الجوجل كولاب، في جوجل كروم، كل الحاجات دي المنصات دي كلها اندرويد ستوديو تقدر إن أنت تحمله في قلب أي واحدة فيهم. أو ممكن تقول له تراي براوزر فتكتبه على طول من غير ما تسطب اي حاجه خالص. هو الجميل ان هو مجاني، هو مجاني للاشخاص، لكن الشركات في امكانيات معينه الشركات بتحتاجها، لازم يدفعوا مبلغ تمام، او عايزين مثلا الكود بتاعهم ما بقاش مسموح للناس كلها، عايزين برايفت شويه، فساعتها الحاجات بتاع الشركات لازم تكون ايه، بيدفع مبلغ بسيط. الميزه ان هو هيسهل لك كتير، هيعمل لك كود ما اخطاء قليله، يتجنب المشاكل. فنصيحة بدل ما يعني سطبه في اي حاجة من اللي انت بتعود عليهم، هيسهل لك كتير في الشغل وهو مجاني.